في ظل هذه الأوضاع قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لا يريد تصعيدا عسكريا ولا أمنيا مع إسرائيل بعد أيام من المواجهات الدامية مع قوات الاحتلال والتي استشهد فيها 4 فلسطينيين وقتل 4 إسرائيليين. وأضاف عباس خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله إنه يريد التوصل إلى حل سياسي بالطرق السلمية وليس بغيرها. ودعا عباس الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات وإطلاق سراح 30 أسيرا. وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم في وقت سابق دون التنفيذ. وتنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العملة. يارا، ما هي حصيلة الاشتباكات في الضفة الغربية وما هو الوضع الميداني بشكل عام في رام الله والضفة الغربية؟ نعم سارة، كما ذكرت مواجهات مختلفة انطلقت أو اندلعت اليوم في مدن مختلفة من الضفة الغربية، أبرزها كانت المواجهات التي اندلعت عقب انطلاق المسيرة التي دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية للاتجاه بالقرب من حاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله، ولكن ما أن وصلت المسيرة حتى قمعتها قوات الجيش الإسرائيلي حصيلة الإصابات كانت 4 إصابات بالرصاص الحي، من بينها إصابة مصور وهو صلاح زي برصاصة في البطن، وأيضا كانت هناك 10 الإصابات بحالة الاختناق، ولكن تم تقديم الإسعاف إليهم ميدانيا. أيضا في محيط مستوطنة بيت إيل تندلع الآن مواجهات بين الشبان وبين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا أصيب فيها 3 شبان بالرصاص المطاطي وعشرات الإصابات بحالات الاختناق. كما ذكرت سارة، وبعد تشييع الفلسطينيين اليوم في مدينة بيت لحم لجثمان الشهيد الطفل عبد الرحمن عبيد الله، اندلعت مواجهات على الفور بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي، أصيب فيها حتى الآن بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني 3 شبان بالرصاص الحي، وأيضا 10 الإصابات بالاختناق. هذا على صعيد ميداني، ولكن سريعا سوف نتابع معك يارا تفاصيل الوضع الميداني في رام الله والضفة الغربية. شكرا جزيلا لك يارا العملة، كنت معنا من رام الله.